طالب سيدي بالحق، واش هذا حق؟ كان طالب بالحق بنتي، واش عمر سمعت شي جريمة تقلت فيها 3 سنين ديال الحكم؟ بغى سيدنا يوقف معايا، بغى سيدنا يوقف معايا. مظلومة مظلومة 3 سنين سيدي هزام، واش 3 سنين عمرك سمعتي مدابزة عليا 3 سنين؟ قتلوا لي بنتي وحكموا لي ب 3 سنين، انا تانا عقت راسي وعنمشي وعاودت انا نمشي نتبع بنتي. جوج سيدي مول السلاح ب 6 شهور، واللي قتل 3 سنين حيت قتل دبانة سيدي ما قتلش روح. انا عارضة سيدي، انا ما غنموت تاي، انا ما بقاش هاد الحكم هذا، ماشي حكم سيدي هذا. سيدي بنتي كانت مضغوطة سيدي، وكانت مأثرة مؤخرا بنتي، ما كانتش عادية، مقتولة بنتي، مقتولة مخطي لو قتلوها سيدي، ماشي قتل خطأ هذاك. طلعت سيدي المحضر من البوليس من قاضي التحقيق بالقتل العمد، اليوم تفاجأنا بهذا الحكم هذا سيدي. حتى سيدي بنتي كانت مخلوعة، كانت بحال اللي شي واحد كيهدى، حتى التليفون ما كندخل كنصيبها، كتكون كتهضر كتسكت، وكنصيبها معصبه، ما بقات كتاكل، ما بقات صيبها انا وهي مخبته ومعصبه وما عرفهاش انا حيات. ما نكذبش عليك، ما عرفهاش سيدي، ما عرفهاش بالحق، كانت ما كتهضر في التليفون وديك الشيء، زعما ما عرفهاش مع بين كتهضر ولا بالحق، كانت مضغوطه يعني مور ديك الضغوطات سيدي، مور اللي ماتت مور هاد الضغوطات هادي بنتي ماتت، صيمانة مور هادشي هادا، كدوب سيدي كدوب، واش غنقول لك؟ فين حلف لك ولا شي؟ وسول الناس اللي كيعرفوها ماشي الناس اللي هادا. بنتي هازة نفوس المدينة سيدي، داها صحة وشارب، وكيقول لها أنا غنقتلك أميمة الشهيدة، قالت هاد الكلام هذا في المحضر، ودابا اليوم تقلب ديك الأقوال كاملة تقلبت سيدي. بنتي مزيان، بنتي مربية وكانت خدامة معايا في شركة، وملي اللي ما بقاتش في الشركه دارت الصالون، كتخدم في الصالون، كتجي من الدار للصالون سيدي. يا وليدي المرض عمل هذه البنت، هذه البنيته مسكينه هي اللي كخدامه على والديها، وكانت خدامه على ماماها مسكينه مريضه، فاتحه بالعمليه، وباها راجل عظيم مسكين ما عنده لا شوف لا خدمه لا والو، وخوتها مساكن كلهم باقيين عظيمين، وهاد السيده مسكينه ادوها وقتلوها مسكينه، ما لا حق لا باطل. الناس عندهم فلوس، عندهم فلوس وعطاو فلوس، تا وليدي شماش نقول له؟ هي البنيته مسكينه كانت في الدار ديال مع امها، وواحد السيده كتعيط لها دائما يوميا، كتعيط لها كتعيط لها يلا يلا، داتها لعند هاد الناس ما عرفناهم لا مافيا ولا ما عرفناهم شي شنو، حتى رجع الخبر، خرجت مع التسعود مع العشر، رجع الخبر ديالها، رجع الخبر لامها ملي مشات صابت بنتها مقتوله في السبيطار دلا مريم دل العرايش. انا ما كنسكنش تما، انا كنسكن هنايا، ولي من هذيك بنت لوسي مسكينه في شهر 8 عاد كانت معايا، ودابا مسكينه قتلوها ورزوها في شبابها وداو 3 سنين وليدي، قتلوها وليدي السيده اللي خرجتها من دارها مع الوالده ديالها، والسيد ومول السناح واللي تارى فيها عطاها ثلاثه القرطاسه، تارى فيها ثلاثه الخطرات، والرابعه جاتها في راسها، كيقولوا لك ماشي متعمد، هذا ماشي القتل العمد، ها ثلاثه القرطاسات والرابعه عطيتها، شنو اللي كنت باقي اش كنت ناوي؟ ها وهي مسكينه هي اللي خدامه على والديها، هي خدامه على الدار، هي خدامه على كل شيء، دابا باها مسكين، ها هو في الرخينه مسكين، ولا مدي يجيب له حتى الكاس ديال الماء يشربوا. ديالي بنت كانت كتخدم على الوالدين ديالها، فهمتي السيده درويشه كتخدم على الوالدين ديالها، ايوا صافي وقع وكتب اللي كتب، خانا يعني كيقول لك ما كيتقيشش، كيقول لك انا هو اللي كنحكم في العرايش، فهمتي حنا لقاونا زعما دراوش، دابا حنايا عادي نستنفوها للرباط، عاود ما عطناش القانون حقنا، ما عطناش حقنا، غنعملو بيدي، يعني عندهم ديك الأراضي العقار وكذا وهادي، كيقول لك زعما أنا ما كنتقيش، أنا بنادم حبسو في يدي في جيمي، فهمتي، وحنا هاد الحكم هذا ما كنستنكروه، يعني ما هاد الحكم هذا ماشي في المنطق، فهمتي، هاد القانون هذا غير منطقي.